مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الفترة التي نحاول أن نلقي فيها المزيد من الضوء على محل الاهتمامات المشتركة. ومعنا ملفان في هذه الفترة، أولهما رئيس الوزراء يصل إلى دبي لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020. في ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، مجلس النواب اللبناني يعيد التصديق على تعديلات قانون الانتخابات ويؤكد إجراءها في مارس المقبل، ما يثير جدلا كثيرا. هذا ما سوف نتناقش فيه في ملفنا الثاني. إذن إلى فترة وتغطية اليوم. إذن ففي خطوة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وأن تروج لفرص الاستثمار في مصر، وذلك من خلال الوجود في معارض دولية كبرى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل إلى دبي يرافقه عدد من الوزراء المعنيين من أجل تفقد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، كذلك تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض. هذا وتجدر الإشارة إلى أن إكسبو 2020 يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أسيا، ويشارك في فعالياته 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. للمزيد مشاهدي الكرام، ينضم الي عبد اللطيف وهبه، هو الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ عبد اللطيف، اهلا بك وكل التحيه. اذا رئيس الوزراء في اكسبو 2020 دبي يتفقد المعرض المصري، كذلك يحضر فعاليات اليوم المصري، اليوم الوطني المصري المقام على هامش المعرض. كيف تتابع التفاصيل؟ واعتقد ان لديك الكثير منها، تفضل. طيب أستاذ عبد اللطيف، حتى نتواصل معه يعني حتى يجهز التليفون. الحقيقة إكسبو 2020 كما تحدثنا مشاهدينا الكرام معرض كبير للغاية، مهم، حدث عالمي يستمر لفترة طويلة. مصر بتشارك بجناح مهم للغاية، تشارك في يعني قطاعات مختلفة، وذلك للترويج للسياحة في مصر، للاستثمار في مصر، للتعريف بكثير من المقتضيات الجديدة والتفصيلات الجديدة التي حدثت على أرض هذا الوطن. المشاركة المصرية هامة للغاية، ناهيك عن أنها فعالة، كما أن مصر في وضع على المستوى الدولي يتطور يوما بعد يوم، وأعتقد أنه المتابع سيجد الكثير من علامات هذا التطور بشكل كبير في القطاعات المختلفة. مصر خطت خطوات مهمة للغاية في مجال الإسكان ويعني مجالات وقطاعات أخرى أيضا. على أي حال، أستاذ عبد الحليم سالم مدير تحرير اليوم السابع ينضم إلي هاتفيا. أستاذ عبد الحليم أهلا بك وكل التحية. إذا مشاركة رئيس الوزراء دكتور مدبولي في فعاليات المعرض، معرض إكسبو 2020 بدبي، لها دلالات ولها تفصيلات، أترك لحضرتك الكلمة. في الحقيقة أن مصر بتعول بشكل كبير على معرض إكسبو 2020 في دبي من أجل الترويج للاستثمار في مصر، وده دلالته يمكن أن احنا نبينها للسادة المشاهدين من خلال أنه نمرة واحد، أنه المعرض المصري في منطقة أرض الفرص، وهو بجوار معرض دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي الدولة الأم المنظمة للحدث الكبير. فلما تكون مصر الجناح بتاعها نفس مجاور لجناح دولة الإمارات بين 192 دولة، بيأكد على أهمية الجناح المصري اللي عايز أقول لحضرتك إنه زاره حتى هذه اللحظة في حدود 120 ألف زائر، وإنه الحكومة المصرية بتستهدف على مدار الستة أشهر اللي هيقام فيها المعرض إنه إن شاء الله يزوروا من 2 لـ 2.5 مليون زائر. دي بداية عن معرض مصر اللي هو مقام على طراز فرعوني في الإمارات العربية المتحدة، وبيجز دور كبير. معالي دولة رئيس الوزراء مشاركته في الحقيقة لها سببين. السبب الأول إنه بكرة إن شاء الله الموافق 30 أكتوبر هو اليوم الوطني لمصر في المعرض.
المعرض طبعا بيتخذ من كل دولة بيتم تحديد يوم بيسمى اليوم الوطني للدولة داخل المعرض، بحيث انه بيبقى فيه فوكس من كل الميديا اللي موجودة في المعرض على هذا الجناح تحديدا، وفي زيارات مهمة بتكون للمعرض سواء من دولة الإمارات العربية المتحدة او من قيادات ووزراء ومسؤولي الدول ال 192 دولة المشاركة. بالتالي كان قرار الدكتور مصطفى مدبولي انه يشارك، وصل النهارده دبي انه يشارك غدا في هذا المعرض الهام برفقه وزيري الاسكان والتخطيط، من اجل طبعا اظهار ما تمتلكه مصر من فرص زي ما حضرتك ذكرت وزي ما الساده المشاهدين بيعرفوا، من فرص عديده سواء الاستثمار في القطاع العقاري والاستثمار في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، أو الاستثمار في البنية التحتية، أو كمان الاستثمار في واحدة من أهم المناطق اللوجستية والاقتصادية في العالم خلال السنوات المقبلة، وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عايز أؤكد على نقطة، أن زيارة معالي رئيس الوزراء النهاردة هي تكليل لجهود قامت بها الحكومة خلال الفترة اللي فاتت. عدد من الوزراء زاروا الجناح المصري وفي إكسبو، وتم عقد الندوات. طبعا عايز اقول لحضرتك انه احنا بنستهدف حوالي 115 ندوه وفاعليه على مدار السته اشهر اللي هيقام فيها المعرض. كمان احنا بنستهدف نقطه مهمه جدا، لازم انه الناس تعرف انه الامارات من اكبر الدول المستثمره في مصر، حجم الاستثمارات الاماراتيه في مصر حوالي 15 مليار دولار، وبالتالي من المهم جدا ان انت تكون متواجد وتعرض الفرص الاستثماريه الموجوده عندك في مصر امام المستثمرين سواء من الامارات او من مختلف دول العالم. الزياره لها ابعاد اقتصاديه مهمه جدا، بالاضافه الى الابعاد السياسيه والعلاقات الاستراتيجيه والعلاقات الراسخه بين يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات دوله الامارات العربيه المتحده. استاذ عبد الحليم، يعني كما هو الموضوع اقتصادي في المقام الاول، واكسبو 2020 واكسبو المعرض بشكل عام، يعني هو ملتقى دولي لإتاحة الفرص، لاغتنام الفرص، لعرض ما لدى كل دولة على المجتمع الدولي، على مجتمع الأعمال والاقتصاد والبزنس في كل دولة. لكن أيضا ينعكس هذا يعني أو يعتمد على القوة السياسية للدولة، ما حققته مصر من ثقل إقليمي ودولي في الفترة الأخيرة وعلى مدى السنوات الماضية، أعتقد أنه له مردود مهم، حتى لفت الأنظار ليس فقط من ناحية الاقتصاد، لكن أيضا من ناحية قوة الدولة، من ناحية وجود هذه الدولة على مختلف الأصعدة وفي مختلف المناسبات. خلينا اتفق مع حضرتك تماما انه في الحقيقه منذ طوال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهو طبعا سعى بكل جهد لاعاده العلاقات السياسيه والاقتصاديه معا بين مصر وبين مختلف دول العالم، ولا سيما ان العلاقات المصريه الافريقيه على سبيل المثال كانت تشهد تقريبا شبه قطيعه. فخامه الرئيس اعاد تلك العلاقات مره اخرى. كمان لو حضرتك تتذكر انه كان نجحنا ايضا في استعاده العلاقات مع المانيا، والمانيا في فتره من الفترات نوعا ما كانت متردده، نجحنا في استعاده العلاقات مع فرنسا، دعمنا بكل قوه الموقف العربي سواء الموقف السعودي سواء الموقف الاماراتي سواء الحروب التي تخوضها دول الخليج سواء المواقف الخليجيه من ايران سواء المواقف الخليجيه من اليمن. عايز اقول لحضرتك انه منذ زمن كبير لم يكن هناك قرار عربي موحد. دليل على كده النهارده لو جيت لحضرتك تبص الأزمة زي الأزمة الليبية، هتلاقي كل العرب لأول مرة يعني مع مصر وتحت لواء مصر في هذا الاتجاه. ما حدث في الأزمة السورية كان في البداية في بعض يعني الخلافات، لكن استطاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوحد كل الجهود العربية نحو موقف واحد نحو سوريا، وهكذا. في الحقيقة المواقف السياسية بتدعم بشكل مباشر المواقف الاقتصادية، والعالم الغربي عندما يتحدث عن الاقتصاد المصري وعن الاقتصاد الاستقرار السياسي وعن الغاء حاله الطوارئ اللي احنا بنتكلم فيها بنعيشها على مدار 36 سنه بصوره متقطعه، ده كله بيصب في الاقتصاد. فتلاقي مثلا وكاله زي وكاله فيتش او وكاله زي وكاله موديز او البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او مؤسسات التصنيف الدوليه، لما تيجي تتكلم النهارده تقول ان انت هتتحقق معدلات نمو اقتصادي من 5.6 ل 6% وان انت عندك الاستقرار عند بي موجب، ده كله بيدي مؤشرات ايجابيه جدا جدا للمستثمرين ان انت النهارده بلد مستقره، وان البلد النهارده كان فيها ازمه طاقه واتحلت، فيها فائض من الغاز، فيها فائض من الكهرباء، فيها بنيه اساسيه، فيها طرق، فيها مواني، كل هذه العوامل هي عوامل جذب
عوامل جذب الاستثمار معناها ان انت بتخفض البطاله اللي بالمناسبه انخفضت لمعدلات يمكن من 30 سنه لم تشهد البطاله انخفاض وتتراوح من 6 ل 6.5%. انت النهارده مؤشرات الاقتصاد في تحسن بالرغم من انه العالم يعاني من موجه تضخميه كبيره ربما خلال العام المقبل ستتبدى بصوره اكثر. العالم عانى كثيرا من توقف سلاسل الامداد بسبب كورونا، العالم عانى كثيرا من ارتفاع الاسعار خلال الفتره الماضيه، في حين انه الحمد لله كانت الامور مستقره في مصر بشكل كامل بفضل جهود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فعلا ارجع الفضل الى تفهم الشعب المصري للفتره الحرجه الماضيه. ان شاء الله احنا نشهد في الفتره المقبله جذب الاستثمار الاجنبي. نحن الدولة الأولى إفريقيا بحجم استثمار أجنبي، لكن مش هو ده. احنا بنتمنى ان الاستثمار الأجنبي في مصر ما يكونش 7 و8 مليار دولار، لا احنا بنتمنى ان الاستثمار الأجنبي المباشر يصل الى 20 مليار دولار في مصر، لانه موقع مصر وامكانيات مصر وكفاءة مصر يمكنها بالفعل جذب هذا الحجم الكبير من الاستثمارات. كلام مهم ومنضبط يعني، وطموح ليس ببعيد، وإن كان طموح البعيد نفسه مشروع، لكن هذا الطموح هو طموح واقعي نتعشم ونتوقع إن شاء الله أن يحدث في سنوات قريبة. طيب، أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الحليم. سأذهب للأستاذ حسن أبو خزيم، هو الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، الذي أيضا أرحب بانضمامه إلينا. أستاذ حسن، أهلا بك، كل التحية. يعني رئيس الوزراء في دبي في إكسبو 2020، ما هي تفاصيل هذا الوجود وهذه المشاركة؟ نعم دكتور مصطفى مدبول، وعدد من السادة الوزراء وصلوا صباح اليوم إلى يعني إلى دبي طبعا لمشاركة المعرض إكسبو 2020 المقام في دبي. طبعا هذا الحدث ده يعتبر حدث عالمي بتستضيفه طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نعم. يعتبر أول مرة يقام طبعا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. طبعا هناك يمكن حوالي 192 دولة بتشارك في هذا المعرض، وهذا المعرض طبعا هذا العام بيقام تحت شعار تواصل العقول ويعني وصنع المستقبل. يمكن هذا الشعار ده مهم جدا، وده الإمارات العربية بتركز على هذا الأمر، هو أن دولة الإمارات العربية الشقيقة بتتواصل مع الجميع، بتتواصل مع الدول الشقيقة حتى يقام هذا المعرض. يمكن الجناح المصري اللي هو خاص ب يعني معرض اكسبو 2020 دبي بيقام بجوار يعني جناح دولة الامارات. ده طبعا له مدلولة كبيرة نتيجة العلاقات التاريخية بين مصر والامارات، وده بيعكس يعني أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص طبعا لما تتمتع به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ. الجناح المصري بيشهد حوالي 113 يعني فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة طبعا هناك ورش عمل ولقاءات نقاشية. رئيس مجلس الوزراء سيجري طبعا عدد كبير من اللقاءات في هذا المعرض، كذلك مع يعني القادة الإماراتيين الموجودين في هذا المعرض إكسبو 2020. ده بيأكد أهمية الدولة المصرية، أهميتها في المنطقة، والعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات اللي هي طبعا زادت توثيقا هذه العلاقات. طيب، ودلالة الوجود المصري على مستوى رفيع لرئيس الوزراء، ليست المشاركة على يعني، وإن كانت هناك مشاركات سابقة، يعني ذهب أكثر من وزير متخصص ويذهب مع رئيس الوزراء أكثر من وزير، وزيران تحديدا، يعني دلالة الاهتمام المصري بالوجود هناك والمشاركة في هذا الحدث. دلالة الاهتمام المصري دلالة على الروابط التاريخية بين مصر والإمارات. عندما يكون يعني رئيس مجلس الوزراء بيترأس وفد مصري من وزراء التنمية الاقتصادية والإسكان، ده بيأكد على العلاقات الوثيقة، بيأكد على العلاقات المتينة والتواصل المباشر بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، واحنا شايفين الزيارات التاريخية. لكنه حدث عالمي يا أستاذ حسن، يعني هناك أيضا اهتمام على طرح الفكرة وعرض القدرة المصرية، خاصة الإنجازات في السنوات الأخيرة، على المجتمع الدولي أو على الأقل المشاركين ورواد معرض إكسبو.
طبعا ده اهتمام عالمي، وهناك يعني عدد كبير من زوار هذا المعرض بيقوموا طبعا بزيارة المعرض أو الجناح المصري إكسبو يعني 2020 المقام في دبي. ده بيأكد على العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، وكذلك على التواصل المباشر بين الدولة المصرية وكافة الدول الصديقة والمحبة للدولة المصرية. عندما توجد الدولة المصرية في أي دولة هناك توافق على هذه الدولة المصرية، دولة 30 يونيو طبعا نتيجة العلاقات الوثيقة، وخاصة أن هذه العلاقات زادت مع عدد كبير من الدول بعد 2014، وإحنا شايفين زيارات السيد الرئيس الخارجية وكذلك الاجتماعات الداخلية. التأكيد الواضح أن ما حدش بيتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ده السياسة الثابتة أو السياسة الخارجية الثابتة للدولة المصرية. مظبوط، أشكرك يا أستاذ حسن، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا. حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أعود إلى عبد الحليم سالم مدير تحرير اليوم السابع. أستاذ عبد الحليم، يعني كنا نتحدث إذن عن المرتكزات السياسية التي تنبني عليها المشاركة الاقتصادية والقوة الاقتصادية لمصر بشكل أو بآخر، لكن هناك قطاعات بعينها تحديدا قطاع الإسكان، قطاع الطاقة، ربما أيضا قطاع السياحة يحتلون يعني مكانة مهمة جدا في إكسبو 2020 أو في المشاركة المصرية في هذه النسخة من المعرض. بالفعل هذه من أبرز القطاعات التي تشارك فيها مصر، ولا سيما أن القطاع السياحي في مصر على سبيل المثال استعاد عافيته. يعني إحنا لو اتكلمنا النهاردة يعني الحمد لله أنه نسب الإشغال في الغردقة على سبيل المثال بتتراوح من 90% ل 100%. نسب الإشغال في الأقصر وأسوان زيها، نسب الإشغال في شرم الشيخ مرتفعة جدا. القطاع السياحي بدأ يتعافى في مصر بشكل كبير، خاصة أنه لابد أن احنا نرجع إلى الوراء قليلا. منذ بدأت جائحة كورونا الدولة بدأت تقدم حوافز لدعم القطاع السياحي، القطاع المصرفي بدأ يقدم حوافز ويؤجل سداد الديون ويؤجل سداد بعض الأقساط وغيرها من الأمور المتعلقة للقطاع السياحي حتى يتعافى. جنبا إلى جنب مع ذلك الدولة بدأت في حملة مكثفة جدا لتطعيم أولا العاملين بالقطاع السياحي. ده نتج عنه أنه الحمد لله النهاردة أنه أنت تعافيت بشكل كبير من جائحة كورونا، القطاع السياحي متعافي. ده كمان أدى ثقة بشكل كبير للقطاع السياحي بمصر، وهدلل حضرتك بكده. تعال نشوف قرار بريطانيا مؤخرا لما رفعت مصر من قوائم الدول الحمراء واعادت لها الحركه السياحيه وغيرها من الدول، والنهارده احنا بنشوف كمان طيران شارتر لم يكن من قبل يصل الى مصر. مصر تقريبا استعادت 90% من السياحه. من المهم ان احنا نقدم قصه النجاح دي في معرض اكسبو، لانه النهارده المستثمر بالمناسبه علشان يجي لما انا اجي اقول له انه في انا عندي الاستثمار الامريكي عندي 42 او 44 مليار دولار استثمارات امريكيه من كبرى الشركات الامريكيه في مصر، فيقول لك اه والله دي قصه نجاح. لما اجي اقول له ان انا عندي مثلا السعوديه والامارات ثاني وثالث اكبر مستثمرين في مصر ما بين 40 و 40 مليار دولار و 15 مليار دولار، ففعلا بيقول لك اه قصه نجاح. المستثمر بيشعر بنوع من الاطمئنان لما يلاقي فعلا في مستثمرين اجانب محققين نجاح، خاصه انه العوائد الاستثماريه في مصر عاليه جدا. الامر الثاني زي ما حضرتك ذكرت، احنا قلنا القطاع السياحي، اتكلم القطاع العقاري في مصر واعد جدا 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 سواء في العاصمه الاداريه سواء في العالمين الجديده. قطاع الطاقه من اهم القطاعات اللي في مصر. تعالى النهارده مصر عملت ربط مع السعوديه، ربط كهربي مع السعوديه ومنه هيكون لدول اسيا، كمان عملت ربط مع قبرص واليونان. مصر النهارده هتكون مركز من اهم مراكز الغاز في العالم، تسهيل الغاز من اهم مراكز الطاقه في العالم. يعني الحقيقه قطاعات مهمه للغايه وقطاعات حيويه وكلها مرتبطه ببعضها البعض، وان كان قطاع السياحه يعني بيستعيد عافيته، لكن هو كان شهد عثره في العالم كله مع يعني جائحه كورونا، وليس فقط في المنطقه او في مصر. على اي حال ننتظر الكثير ليس فقط من اكسبو 2020، لكن ننتظر كثيرا من الايام في المستقبل من اجل ان نحقق يعني بشكل او باخر المزيد من التفوق المصري بامتياز. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الحليم. عبد الحليم سالم مدير تحرير اليوم السابع. والى ملفنا الثاني. ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام سيكون اقليميا عربيا بامتياز، حيث لبنان
هل يقال من عثرته أو عثراته المتتبعة؟ على أي حال دعونا نتابع. أعاد مجلس النواب اللبناني التصديق للمرة الثانية على تعديلات قانون الانتخاب كما أقرتها الهيئة العامة الأسبوع الماضي، كذلك أبقى على موعد الانتخابات في 27 من مارس المقبل، وذلك بعد أن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التصديق على التعديلات التي أجريت وقرر أن ترد إلى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، ووافق على تقديم موعد الانتخابات ليتم إجراؤها في مارس بدلا من مايو. 77 نائبا وذلك بأغلبية مطلقة من أصل 128 نائبا في المجلس النيابي. هذا وشهدت الجلسة خلافات حول اعتماد 6 مقاعد إضافية للمغتربين في الخارج في الانتخابات المقبلة والتي ألغتها هذه التعديلات، فقد صوت 61 عضوا من أجل الإبقاء على تعديل النص المتعلق بتصويت المغتربين والذي ينص على أنه يسمح لهم المغتربين بالتصويت في الخارج على دوائرهم بالكامل، فيما كان النص السابق أن تستحدث 6 مقاعد للمغتربين بحيث يقوم المغتربون باختيار ممثل لهم عن كل قارة وذلك دون أحقية التصويت في الداخل. تعالوا معنا نتابع هذا التقرير. بعد رفض رئيس الجمهورية التصديق على تعديلات قانون الانتخابات وقراره بردها إلى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، أعاد مجلس النواب اللبناني التصديق للمرة الثانية على تعديلات القانون كما أقرتها الهيئة العامة الأسبوع الماضي، والإبقاء على موعد الانتخابات في 27 من مارس القادم، في بادرة قد تنذر بأزمة سياسية جديدة ما بين الرئاسة اللبنانية والمجلس النيابي. ووافق 77 نائبا على تقديم موعد الانتخابات ليتم إجراؤها في مارس بدلا من شهر مايو بأغلبية مطلقة بين 128 مقعدا بالبرلمان. شهدت الجلسة خلافا حول اعتماد 6 مقاعد إضافية للمغتربين بالخارج في الانتخابات المقبلة والتي ألغتها التعديلات، حيث صوت 61 عضوا للإبقاء على تعديل النص المتعلق بتصويت المغتربين والذي ينص على أن يسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج على دوائرهم بالداخل، فيما كان النص السابق استحداث 6 مقاعد للمغتربين بحيث يقوم المغتربون باختيار ممثل لهم عن كل قارة دون أحقية التصويت في الداخل. وأثارت نسبة التصويت على التعديل المتعلق بالمغتربين جدلا واسعا داخل قاعة البرلمان اللبناني، حيث يرى البعض أن نسبة 61 عضوا غير كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رفضه، إذ أن الأغلبية التي ينص عليها القانون لابد ألا تقل عن 65 عضوا، فيما رأى آخرون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نسبة الأغلبية المطلقة يتم احتسابها من عدد النواب الفعليين في البرلمان وعددهم 117 عضوا بعد استقالة ووفاة 11 عضوا، وبالتالي تحتسب الأغلبية المطلقة بموافقة 59 عضوا فقط. وبهذا تدخل تعديلات قانون الانتخابات اللبنانية حيز التنفيذ لتجرى الانتخابات النيابية في 27 من شهر مارس القادم. وشهدت أروقة المجلس النيابي شدا وجذبا ما بين الكتل النيابية المختلفة حول احتساب الأغلبية المطلقة، حيث حمل البعض رئيس الجمهورية مسؤولية خلو 11 مقعدا بسبب عدم دعوته لانتخابات تكميلية لملء هذا الفراغ، فيما تبادلت الأطراف التحذير من أن أي إجراءات قد تهدد بتأجيل الانتخابات. يبدو أن لبنان يعني سيشهد المزيد من الجدل في القطاعات المختلفة، ليس فقط نتحدث عن أزمة اقتصادية ومالية وكذلك أزمة الخدمات في الداخل اللبناني، ولا حتى الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال سنوات طويلة وعدم قدرة الدولة على تشكيل حكومة
غير حكومة تسيير الأعمال، وإن كانت هذه الحكومة تنقض بعد عدة أشهر. نجيب ميقاتي الآن يقوم بدور مهم وربما نقطة مهمة للغاية في مسألة هل الانتخابات ستجرى، الانتخابات النيابية في مارس المقبل أم لا بعد أن تم إقرارها أنها ستجرى، كان الخلاف حول فرصة حكومة نجيب ميقاتي في أن تفي بعهود كثيرة من خلال تصريفات وضعها صندوق النقد الدولي بشكل أو بآخر من أجل إصلاح الأوضاع وإعادة التمويل مرة أخرى إلى داخل اللبناني. على أي حال يعني هناك الكثير من الجدل، بعضه حسم بقرار مجلس النواب، هذا على أي حال كذلك سوف يحدثنا في ذلك، أو سوف أتوجه بالمزيد من الأسئلة إلى يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أستاذ يسري أهلا بك وكل التحية، وكأن لبنان يحتاج إلى مزيد من التعقيدات. على أي حال يعني هذا الملف يبدو أنه حسم، ستجرى الانتخابات النيابية، لكن هذا أيضا يمكن أن يعني يكون مشهدا معقدا آخر كما هي المشاهد التي اعتدنا أن نراها حتى في اختيار الوجوه بشكل أو بآخر. في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن ما يحدث سواء التوافق على مسألة الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل أو غيرها من الأمور، كل هذا سببه الأساسي هو عدم التوافق بين الأطراف اللبنانية وكافة أطياف المجتمع اللبناني سواء سياسيين أو أحزاب أو طوائف أو غيرها. عدم الثقة للشديد يسود الموقف في لبنان. لبنان يخرج من أزمة إلى أزمة، أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة تشريعية. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أعتقد أنه يواجه أمور صعبة للغاية، لأنه ربما كان وضع خطة لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي المنهار، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحدث. رأينا مثل الاحتجاجات التي حدثت على تعيين قاضي البيطار كقاضي لمسألة انفجار مرفأ بيروت وغيرها من الأمور والاحتجاجات والقتلى الذين وقعوا من حزب الله في هذه الأحداث، واحتجاجات حزب الله على واتهامه للقوات اللبنانية بالتعمد لقتل المتظاهرين المنتمين إلى حركة أمل وحزب الله. أعتقد أن كل هذه الأمور للأسف الشديد تؤدي في النهاية إلى وضع معقد ووضع متوتر في لبنان، بالتأكيد سيؤثر على خطة الحكومة اللبنانية لإنقاذ لبنان وانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية، وسيشكك المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي في استقرار الأوضاع في لبنان، وبالتالي تدفق المساعدات والمنح لهذه الدولة المتعطشة لهذه المساعدات وهذه المنح لإنقاذ وضع ربما أثر كثيرا على اللبنانيين وساهم كثيرا في توتر الأوضاع الموجودة الآن على الساحة اللبنانية. أعتقد أن هذا التوافق ربما يكون توافق مؤقت، وربما تأتي الأمور بعد ذلك وتشتعل مرة أخرى بين أطراف النخبة السياسية اللبنانية، وكل هذا للأسف الشديد كما قلت هو نتيجة عدم الثقة ونتيجة تدخلات بعض الأطراف الخارجية مع طرف ضد آخر. كل هذا للأسف الشديد لا يصب في مصلحة الدولة اللبنانية وسيؤخر كثيرا عملية إنقاذ لبنان من الوضع السياسي والاقتصادي الهش الذي تعيشه الآن. طيب أستاذ يسري، يعني هل تعتقد أنه الانتخابات النيابية في لبنان هل تأتي بجديد؟ نحن نعلم جميعا أنه لبنان يقوم على المحاصصة السياسية، وأنه كل يعني حزب أو كل جماعة أو كل يعني أيا ما كان الطائفة التي يمثلها فإنه يحصل على عدد تقريبا محدد من المقاعد. هذا بطبيعة التقسيم الطائفي في الداخل اللبناني وطبيعة المحاصصة السياسية الموجودة في كل الشؤون اللبنانية. هل تعتقد أنه قد يسفر، خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي ألمت بلبنان، خاصة بعد ثورة الشارع اللبناني والنزول إلى الشوارع لأشهر طويلة وبشكل متكرر، هل يمكن أن يسفر عن شيء جديد، عن محاصصة بشكل مختلف، عن تغليب كتلة على الأخرى لصالح اللبناني، ممارسة سياسية حقيقية؟ ولا أقصد طبعا مسألة المحاصصة. بالتأكيد الانتخابات المقبلة ليس لديها أو ليس معاد الانتخابات في مارس المقبل، وبالتالي هذا وقت ليس بعيد، حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر، وبالتالي أعتقد أن الأمور لم تتغير كثيرا عما هي الآن. حزب الله كان يتمتع ب
بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان اللبناني، وكان مع حلفائه ربما يسيطر على الأغلبية، وكان له حق في اختيار رئيس الحكومة، وهذا ما عقد مسألة تكليف الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وبالتالي أعتقد أن الأمور لن تتغير كثيرا، سيظل حزب الله يتمتع بربما أغلبية مع التحالفات الموجودة، سواء التيار الوطني الحر أو سواء بعض الأحزاب الأخرى اللبنانية التي تدخل وحركة أمل طبعا بالتأكيد. هذا التحالف ربما يحدث على أغلبية، ولكن ستكون أغلبية ضئيلة بالمقارنة بالانتخابات السابقة، نظرا لأن هذه الاحتجاجات التي حدثت والأوضاع التي حدثت خلال الفترة الماضية وانفجار مرفأ بيروت وكل هذه الأحداث ربما قللت كثيرا من شعبية الحزب في الساحة اللبنانية، ولكن هذا لن يمنعه بالتأكيد من الحصول على أغلبية مريحة مع حلفائه تساعده أو تعطيه دورا كبيرا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. إذن يمكن أن يستمر نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة أو في التشكيلة المقبلة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، أن تتاح له الفرصة بشكل أو بآخر، وبالتالي تتاح الفرصة للبنان أن يقال من عثرته. بالتأكيد هذا توقف على ما سيفعله نجيب ميقاتي خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة حتى إجراء الانتخابات. لو نجح نجيب ميقاتي في خطته لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة الموجودة الآن، ونجح في أن يخلق أجواء من الثقة بين الأطراف، وأن يجلب مساعدات ومنح خارجية من المؤسسات الدولية، وبالتالي ينعش الاقتصاد اللبناني، إذا حدث هذا قبل إجراء الانتخابات فأعتقد أنه سيكون مرشحا بقوة لكي يكون رئيس الوزراء المقبل، وسترشحه الأغلبية النيابية التي ستتشكل بعد إجراء الانتخابات. لو حدث العكس وفشل نجيب ميقاتي ووضعت أمامه العقبات والعثرات لكي لا يكمل خطته، فبالتالي هو بالتأكيد سيكون مستبعدا، وسيتم الحديث عن شخصية أخرى غير نجيب ميقاتي. رؤساء الوزراء في لبنان يتغيرون بين حين وآخر، وبالتالي كل نجيب ميقاتي أمامه فرصة، ولكن أعتقد أن الأمور لن تكون بيده وحده، ستتدخل بعض الأطراف إما لدعمه وإما لعرقلة أن يستمر رئيسا للوزراء بعد الانتخابات في مجلس المقبل. طيب أخيرا أسألك عن مسألة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وهناك كثيرا ما يحدث أنه الأحداث الكبيرة تعصف بأمور كبيرة أو بتشكيلة حكومة أو ربما بنظام بأكمله في كثير من الأحيان، مسألة قاضي التحقيق والاعتراض عليه، لكن أيضا هناك تصريح اليوم صادر عن رئيس الدولة أو عن الرئاسة اللبنانية أنه هناك طلب من روسيا بصور الأقمار الصناعية أثناء انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي الشبهة الجنائية الموجودة في الأمر تظل قائمة. ناهيك عن فكرة أنه تحدثت الرئاسة اللبنانية عن أنه طلبنا من قبل من أكثر من دولة أن توافينا بصور الأقمار الصناعية، لكن طلبنا لم يقابل بإجابة حقيقية. هل تعتقد أنه ثمة ما يمكن أن يحدث خلال الأشهر المقبلة حتى قبل موعد إجراء الانتخابات يخص مسألة التحقيقات في انفجار المرفأ؟ أعتقد أنه لن تحدث مفاجآت في عملية انفجار المرفأ قبل انتخابات مارس المقبل. التحقيقات شيء ما بين سيتم تسييسها، رأينا عندما أصدر القاضي بطار مذكرة توقيف حق أعضاء في حزب الله وحركة أمل ما تحدث، خرج الشارع اللبناني واحتجاجات أدت إلى وقوع قتلى، وبالتالي بالتأكيد هذه التحقيقات تخضع لموائمة سياسية، وربما يفضل المسؤولون عن هذا الأمر سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يتم وضع حلول وسط لهذه المشكلة حتى لا تحدث أي مفاجآت تؤدي في النهاية إلى التأثير على الدولة اللبنانية. عدم تقديم بعض الدول فرنسا وبريطانيا ودول أخرى لصور الأقمار الصناعية يوم انفجار المرفأ بالتأكيد يضع الكثير من التساؤلات، ويضع الكثير من الأمور التي لابد أن يكون لها تفسير واضح. لماذا لم تعطي هذه الدول الصور الأقمار الصناعية للدولة اللبنانية لما حدث في هذا اليوم؟ بالتأكيد هناك مفاجآت في
فيما حدث، والا ما امتنعت هذه الدول عن تقديم هذه الصور حتى الان. ربما حدث شيء ما في عمليه الانفجار ربما لم يلاحظها احد وصورتها الاقمار الصناعيه. اعتقد ان هذا لا احد يستطيع ان يجيب عليه ما لم يطلع على هذه الصور، وامتناع الدول عن تقديم هذه الصور للدوله اللبنانيه اعتقد انه يخبي شيئا ما لا احد يعلمه حتى الان. يعني امر مثير فعلا للدهشه او للشبهات كما تفضلت وقلت. على اي حال يعني ستتضح الامور خلال المرحله المقبله بالتاكيد. يعني اكيد. يعني بشكر حضرتك على وجودك معي عبر الهاتف الاستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي، والحديث عن لبنان سيكون في الفتره المقبله عن المواطن اللبناني، اين موقفه من ذلك؟ ربما ما لم يستطع أن يغيره أساسة في الداخل اللبناني يستطيع المواطنون أو الشعب اللبناني، وأتحدث عن شعب بلا طائفية بلا تقسيمات، هذا هو المخرج والمنفذ الوحيد لإنقاذ لبنان من هذه العثرة، أن يقرر وأن يتعامل مع الانتخابات كأمر سياسي عام كشأن عام وليس شأنا بالمحاصصة السياسية. وأعتقد أنه معظم اللبنانيين إن لم يكن كلهم يدركون جيدا ما أتحدث عنه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا خلال هذا التوقيت. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة بعد نحو 5 دقائق. أترككم بأمان الله وكل أمنياتي بالصحة والسعادة ورحمة الله.